ايباد برو نسخة 2020 نتكلم على كل الحجمين وايضا الماجيك كيبورد الجديدة. وبالتأكيد وش الفرق بينهم وبين النسخة الماضية حقت 2018؟ بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. في هذا الفيديو بعطيكم كامل التفاصيل عن نفس الآيباد الجديد، الفرق ما بينه وبين اللي قبله، وخليكم إن شاء الله تتخذوا قرار الشراء من عدمه، وأيضا هل ترقوا من الآيباد الماضي لهذا الآيباد أو لا. أول شيء خليني أتكلم على أنه هذا الآيباد الجديد جاء بتحسينين اثنين أساسيات أشوفهم. التحسين الأول لما نتكلم على قدرة المعالج، فتحسين بسيط، كان المعالج A12X Bionic صار A12Z Bionic. معالج A12Z Bionic برضو في قدرة النيورال إنجن، المعالج العصبي أو محرك المعالج العصبي، مما حيمكن إمكانيات أخرى من ناحية الاستخدام على نفس الآيباد. يوم تختبر المعالج حتلاحظ أنه ما في فرق كبير ما بين إصدار 2018 والإصدار الحالي، بحكم أنه نفس المعالج تقريبا مع تطور بسيط، زادوا نواة في الجرافيكس. التطور الثاني هي الكاميرات. فلو تكلمنا أول كان 12 ميجا بيكسل عدسة عريضة، الحين صار في كاميرتين، اللي تحت 12 ميجا بيكسل عدسة عريضة، اللي فوقها 10 ميجا بيكسل عريضة جدا. وأيضا عندكم حساس اللايدار الجديد، ما تدعم الكاميرا الخلفية حاليا نمط البورتري رغم وجود اللايدار الجديد. هاللايدار اللي هو الحساس والمستشعر حق المسافات والإضاءة، هذا المستشعر بيمكنكم مع الواقع المعزز بأشياء جدا رهيبة يقدر يسويها الآيباد، يشوف الإمكانيات والمساحات. وأيضا في بعض التطبيقات اللي هتكون رايقة زي أنك تشوف أثاثك في البيت بدقة جدا عالية، المقاسات حقت الأسطح تقدر تأخذها وأيضا تستفيد منها إذا يهمكم كل اللي ذكرته من ناحية اللايدار. قدرة الكاميرات في تصوير 4K أشوفها مرة ممتازة، جيدة جدا، بالذات لما يكون في إضاءة كويسة. وايضا كون في مجموعه ميكروفونات وخمس ميكروفونات بالتحديد، هنعرف ان جوده الصوت حتكون كويسه. يعني الحين في مكيف شغال وملاحظين صوتي كيف. ايضا في امكانيه السبيكرات اللي بعد ما تشغل فيديو هتحس بصوت مره عالي واضح. أذكركم بالكاميرا الأمامية 7 ميجا بيكسل، تدعم نمط البورتريه من ناحية التصوير، أيضا تدعم التسجيل 1080 بروغرسيف 30 إطار أو 60 إطار، وتدعم السمارت HDR. داخليا أيضا تم تحسين الواي فاي، فصار يدعم الواي فاي 6، وهنا أكد أنه عشان تستفيد من الواي فاي 6 يبغى لك راوترات تدعم الواي فاي 6 تكون موجودة عندك. وأكد لكم أيضا أنه النسخ إذا أنتوا اخترتوا واي فاي فيدعم الواي فاي، وإذا اخترتوا الشريحة أيضا نسخة الشرايح تدعم شريحة عادية وشريحة مدمجة. لو تكلمنا على نسخة الـ 11 إنش نتكلم على شاشة الليكويد ريتنيا ديسبلاي، تعتبر متعددة اللمس تقنية الـ IPS، أبعادها 2388 في 1668 بعدد بيكسلات 264 بيكسل في الإنش الواحد، وبرضو إضاءة نقدر نقول سطوع 600 نتس، تدعم تقنية التروتون وبرضو تكنولوجيا البروموشن. أيضا تردد الـ 120 هرتز موجود كرفريش ريت على نفس الشاشة. الحجم الأكبر للآيباد برو 12.9 إنش حيكون مع شاشة بهذا الحجم وأبعاد 2732 في 2048، ولكن ما هتتغير معاكم دقة البكسلات في الإنش الواحد أو حتى قدرة السطوع. من الآخر الفرق بين الاثنين حجم الشاشة والبطارية فقط، أما غير كذا حتى الأداء يعتبر نفس الشيء، فرق جدا بسيط ما يذكر من ناحية الأداء. أي الشاشتين أفضل بالنسبة لكم كحجم؟ بصراحة أنتوا تحددوا هذا الأمر، لأنه بالنسبة لي شاشة الـ 11 إنش جدا ممتازة من ناحية القدرات والإمكانيات، وأيضا كحجم شاشة الـ 12.9 إنش ما أحتاجها ذاك الكم الكبير. يمكن لو أنا أعتمد على القراءة والإكسل والوورد بشكل أكبر هأعتمد عليها أو هحتاجها، ولكن حاليا أرى أنه الـ 11 إنش بالنسبة لي هي الأفضل. فنصيحتي لكم شوفوا الشاشتين جنب بعض، اعرفوا التطبيقات اللي تستخدموها، وانتوا هتحددوا اي الحجمين انسب لكم من ناحية الشاشة. الصوت خرافي على الآيباد وتم تطويره ايضا، فعندكم اربع سبيكرات اساسية موجودة، فيوم تمسكوا الآيباد بالطريقة هذه اللي هي نقدر نقول الوضع الافقي، هتعرفوا انكم حتاخذوا صوت جدا جميل ومحيطي. بس لو سويتوها زي كذا الصوت حيروح اليمين واليسار، بس انه بصراحة ما احس التجربة الكبيرة كذا احلى. ايضا لو تكلمنا على الميكروفونات، عندكم الميكروفون اللي موجود على الكاميرا والميكروفون اللي موجود هذا هنا بتحسوه، هذا الميكروفونات برضو تم تحسين الاداء حقها على اساس تعطيكم افضل تجربه. وبصراحه قدره التصوير فيهم كصوت، التسجيل فيهم كصوت
شيء رائع. فهذا الجهاز يعتبر مناسب للاجتماعات، مناسب لتطبيقات اللي تدعم الكلام الكثير مع مجموعة من الناس، زي لو تكلمنا على الفيستايم. الحين نجي للماجيك كيبورد، لوحة المفاتيح السحرية الجديدة اللي طلعتها أبل. هذه اللوحة تمكنكم من أكثر من شيء. أولا، إيجاد منفذ USB Type-C مخصص لشحن الآيباد، مما يتيح لكم أنه نفس المنفذ اللي موجود في الآيباد تستخدموه في الإكسسوارات المتعددة اللي يدعمها الآيباد، بس ما يمديكم تشبكوا هالإكسسوارات على نفس الماجيك كيبورد وقت ما سويت هذا الفيديو. أيضا لوحة المفاتيح هذه فيها إضاءة، نقدر نقول خلفية، فحتلاقي الأزرار تنور عندك، فحتكون مرة واضحة. مسافة ضغط المفاتيح حوالي المليمتر، وحتعطيك نفس إحساس الماك بوك. بصراحة مرة رايقة كاستخدام، ولكن الشيء اللي بيختلف عليكم هو عدم وجود بعض الأزرار ووجوب تعودكم على لوحة المفاتيح الآيباد. فلوحة المفاتيح اللي موجودة على الماجيك كيبورد هي نفسها اللي تطلع لكم باللمس على الآيباد، تحسوها كأنها نزلت، فما هي نسخة من لوحة مفاتيح تجي على الماك بوك أبدا. ما في زر الاسكيب ولا في أزرار اختصارات موجودة. أيضا يبغى لكم تتعودوا على هيئة بعض الأزرار وطريقتها في الاستخدام. الإيماءات مدعومة بالتراكباد اللي موجودة بلوح اللمس هذا اللي هو زي الفارة. وأيضا تلاحظوا أنه أسلوب نظام الآيباد OS يعطيكم هالفارة مو كسهم متعودين عليه زي الكمبيوترات، بل كدائرة، وهالدائرة تتحول إلى نفس الأيقونات أو الأماكن اللي تروحوا عليها اللي فيها أوامر، مما المفروض يسهل عليكم الأمر. عن نفسي لقيت شيء جدا رائق، إذا ما عجبكم من الإعدادات المختلفة فتقدروا تبطلوا هذا الشيء. زاوية نفس لوحة المفاتيح الماجيك كيبورد لقيتها جيدة، ولكن على أسلوب جلستي على الطاولة لقيت أحيانا ودي أرفعها أكثر، فبالتالي اللي سويته أني رفعت السطوع على نفس الآيباد ولقيت أنه صارت التجربة مرة رايقة. والماجيك كيبورد بتحمي لكم الكاميرا الخلفية، فحتلاحظوا في مسافة مرة جيدة ما بين نفس الكاميرا الخلفية حافتها وبين الحافة حقت الماجيك كيبورد. ولوحة المفاتيح أيضا تعتبر استثمار إضافي، فما تيجي مع الآيباد، فيبغى لكم تحطوا حوالي 1200 ريال لنسخة 11 إنش، أو حوالي 1400 ريال لنسخة 12.9 إنش. شيء رائق إنه لوحة المفاتيح الماجيك كيبورد تدعم الجيل الماضي من الآيبادات، فيمديكم تستخدموها مع آيباد برو نسخة 2018. بتلاحظوا إنه مربع الكاميرات اللي وراء صار فيه كاميرا واحدة وحيدة، ولكن عادي خلاها تعيش لحالة، ما عندي مشكلة. بس البناء حق لوحة المفاتيح مرة رائق بالنسبة لي، ويخلي هالآيباد أقرب لنفس الحاسب، نفس الماك بوك، فأقدر شوي أبتعد عن الماك بوك وبجي بعدين لهالسالفة. أأكد على وجود البنسل بجيله الثاني. هذا البنسل أيضا مدعوم في أكثر من نوع من أنواع الآيبادات، وموقع أبل يصنف لك هذه الأنواع، ولكن وجود البنسل مع نفس الماجيك كيبورد هيعطيك كمال جدا كبير، وايضا استثمار مالي جدا عالي. فنتكلم على حوالي 5600 ريال لاصغر نسخة ايباد 11 مع الاكسسوارات هذه، وقد تصل معاكم الى 9000 ريال لنسخة الايباد، نتكلم 12.9 انش مع لوحة المفاتيح وايضا مع قلم البنسل. فالاستثمار عالي، عليكم اتخاذ القرار الصحيح. شوفوا التطبيقات الأساسية اللي ما حتلاقوها إلا في الآيباد وتجربة هذه التطبيقات، وأيضا إمكانيات القلم من إمكانيات أخرى، وهنا تقدروا تتخذوا قرار نفس الآيباد هو يسوى أو لا. لو عندكم منظومة أجهزة أبل هتلاحظوا أنه نفس الآيباد يقدر يكون شاشة ثانية لنفس الماك بوك حقكم، أو أيضا بإمكانكم استغلال المنفذ حق الآيباد نفسه الـ USB Type-C بوضع شاشة ثانية تساندكم في الأعمال. ما تقدروا تسووا أعمال جرافيك 3D جدا عالية، ولكن في تطبيقات تمكن أشياء مرة شبيهة بهذا الأمر، وتطبيقات احترافية على الآيباد برو. هنا أكد أنه مو كل واحد يحتاج آيباد برو، يمكن تحتاج آيباد أو آيباد ميني بس مش آيباد برو. يعني مو منطقي تشتري آيباد برو عشان تقرأ عليه، مو منطقي. في خيار لوحة مفاتيح آخر من نفس أبل لنفس الآيباد برو، ونتكلم على لوحات الذكية حقت فوليو، وتجي بأكثر من لون، وبرضو تجي رايقة كذا ولكن نحيفة مرة. الماجيك كيبورد بالنسبة لي أجمل. إذا عندكم الآيباد برو بجيله الأول، فالترقية بالنسبة لي أبدا مو ضرورية، ما أشوف لها أي سبب مقنع
إلا فقط الكاميرا. إذا تحتاجوا هذه الكاميرا وعارفين التطبيقات اللي أنتم محرومين منها بسبب عدم وجود الكاميرا عندكم، ولو تبغوا لوحة الكيبورد الماجيك عادي اشتروها بتركب عندكم على نفس الآيباد. وإذا تبغوا تستغنوا عن الكمبيوتر وتتبنوا الآيباد كجهازكم الأساسي، أول تأكدوا من التطبيقات. عندكم تطبيقات الوورد، الإكسل، التطبيقات حقت الفوتوشوب وكفاءتها جدا جيدة بالنسبة لكم على الآيباد، إذا عادي غيره حيكون بديل. أما إذا تبغوا تستبدلوا اللابتوب بالمونتاج، بالإدت، بالشيء اللي جدا قوية، بتعدد المهام والتطبيقات بكفاءة مرة عالية، إذا نعرفوا أنه يمكن الآيباد ما هيعطيكم نفس الكفاءة ذي، لأنه أصلا في قطاع ثاني اللي هو الماك بوك برو موجود عند نفس أبل ويعطي هذه الإمكانيات، ناهيكم عن منظومة ويندوز والأشياء الكثيرة اللي موجودة فيها. مو كلنا نحتاج آيباد برو، ولكن أكثرنا يحتاج آيباد، فيا آيباد ميني، آيباد عادي، آيباد إير أو آيباد برو حسب موقع أبل. فالباقة الأساسية الحالية للآيباد تشمل 4 أجهزة. أنتوا تشوفوا اختياراتكم واحتياجاتكم، فلو ودكم بس بالقراءة وتصفح الكتب عندكم يا الميني يا الإير، إذا عندكم بعض الاستخدامات الخفيفة فالآيباد العادي أو يمكن الإير، وإذا أنتوا تحتاجوا كفاءة عالية في الصوت، في التسجيل، في أيضا التطبيقات، فالبرو هو ظلتكم من ناحية الآيبادات. ونهاية الفيديو كل فيديو لازم أذكر إنه الآيبادات هي أحد فئات اللوحيات من أبل. بإذن الله اختياركم حيكون أفضل إذا اخترتوا الآيباد برو أو أحد أخوان الثانيين من باقة الآيبادات لشركة أبل. شيء لازم أؤكد عليه أيضا إنه القدرات اللي يعطيها الآيباد برو جدا جميلة، ولكن مو كل الناس هيستفيدوا منها. الأمر مغري إنكم تأخذوا آيباد برو باستثمار عالي، ولكن يمكن ما تستخدموه شهر شهرين وبعدين هتلاقوا إنكم ما أنتم مستفيدين منه بالكامل. فاعرفوا قيمة الاستثمار اللي لازم تحطوه. يمكن النصيحة الأساسية إنكم تأخذوا آيباد وبعدين تنتقلوا البرو لو لقيتوا الآيباد مو مكفي، وأيضا يمكن لا، خلي أموركم طيبة مع الحاسب والآيفون اللي شاشته جدا كبيرة. نهاية الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد. لا يفوتكم الفيديو اللي سويته عن نفس الآيفون SE وجاب 1,000,000 مشاهدة، لأنه هو كمان جهاز جديد طلعت فيه أبل حاليا. وأشوفكم على خير.